نحو العاصمة الروسية توجهت قوافل فاغنر المدججة بالسلاح. حينها قيل إن الهدف إسقاط القيادة السياسية والعسكرية في موسكو، واليوم ينفي قائد المجموعة في ظهوره الأول هذا المسعى مدافعا عن خطوته ومؤكدا أن ما حدث يكشف مشكلات أمنية خطيرة ونقاط ضعف في روسيا. حديث يفغيني بريغوجين الذي أصبح حديث الجميع في روسيا وخارجها جاء عبر رسالة صوتية دافع فيها عن مجموعته التي قال إن هناك مخططا لإنهاء وجودها، مشددا على عدم وجود الاتفاق بشأن إبرام عقود مع وزارة الدفاع الروسية وهو ما تم تداوله مؤخرا. ومن بين ما تم تداوله أيضا اتفاق على خروج بريغوجين إلى بيلاروس، وهو أمر أثار قلقا أوروبيا خاصة في دول البلطيق المحاذية للحدود الروسية والبيلاروسية، فاعتبر الرئيس الليتواني أنه سيتعين على حلف الناتو تعزيز جناحه الشرقي. كلام الرجل جاء بعد ترأسه اجتماع لمجلس الأمن القومي خصصه للبحث في التمرد الذي نفذته مجموعة فاغنر، علما أن ليتوانيا المطلة على بحر البلطيق تستضيف الشهر المقبل قمة لحلف شمال الأطلسي. مخاوف ليتوانيا الأمنية هذه سرعان ما استجابت لها ألمانيا، فقال وزير دفاعها خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية إن برلين مستعدة لإرسال حوالي 4000 جندي إلى ليتوانيا على أساس دائم لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو. ما حدث في روسيا خلال اليومين الماضيين تردد صداه في أروقة السياسة الأوروبية، فقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن انعدام الاستقرار في روسيا التي تمتلك السلاح النووي ليس بالأمر الجيد، مؤكدا أن زعزعة استقرار روسيا سيكون خطيرا جدا على أوروبا. هذا التصريح جاء قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وأتبعه بالقول إن النظام السياسي في روسيا يعاني من نقاط ضعف وإن القوة العسكرية الروسية تتصدع بسبب حربها على أوكرانيا. لنفتح أول ملفاتنا لهذا اليوم من دائرة الشرق إذن، ونستمع أنا وإياكم إلى التصريحات الأخيرة لقائد فاغنر. Я сделал заявление, в котором сказал о том, что мы не собираемся никаким образом выявлять агрессию. Но если по нам будут наноситься удары, то будем воспринимать это как попытку уничтожения и давать ответ. Во время всего марша, который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. В течение суток мы прошли 780 километров, не доходя 200 с небольшим километров до Москвы. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. И в этом была наша задача. Среди бойцов ЧВК «Вагнер» несколько человек ранены и двое погибших, которые присоединились к нам, военнослужащие Минобороны, по собственному желанию. هي ذريعة روسيا الدائمة لغزو دول شرق أوروبا، فيما يرى الغرب أن خطة توسع الناتو شرقا تشكل درع حماية لدول أوروبية من تمدد موسكو وقطع الطريق على تشكيل اتحاد سوفيتي جديد. تركز روسيا في نظرتها إلى توسع الناتو شرقا على قاعدة أساسية تقول إن الناتو تم تأسيسه لمواجهتها، لذا تستذكر دوما الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة بعدم توسع حلف شمال الأطلسي.
مرت السنوات ولم تنفذ الوعود، فمع توحيد ألمانيا بدأ الحلف الأطلسي بالتوسع، وصار جناحه الشرقي مؤلفا من التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر وبلغاريا وإستونيا وأيضا لاتفيا وليتوانيا ورومانيا. توسع الحلف أو توسع الحلف فزاد قلق روسيا من انضمام كييف إليه، فشرعت بالحرب ونجحت بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، من ثم كررت غزوها، فخافت فنلندا وسويد من تكرار السيناريو الأوكراني على أراضيهما وطلبتا بالانضمام إلى الحلف. مساعا وصلت بهلسنكي لعضوية الناتو، فيما تنتظر السويد القرار التركي، إذ في حال انضمامها ستصبح الحدود الروسية الغربية بالكامل تابعة لحلف الناتو باستثناء بيلاروس وأوكرانيا. كان كل ذلك يحصل في ظل الحرب الأوكرانية وسط دعوات لتعزيز الجناح الشرقي للناتو، فردت الدول الأعضاء وعززت حضورها العسكري، خاصة الولايات المتحدة التي نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا في رومانيا لدعم الجبهة الشرقية للناتو. إذن تمرد فاغنر أثار العديد من ردود الفعل الدولية، والتي وصف معظمها الحدث بأنه خلل وانهيار داخل هرم الدولة الروسية. إليكم أبرز التصريحات. إذن نناقش هذه التطورات وتحديدا تأثير تمرد فاغنر على خطة الناتو في الشرق الأوروبي مع ضيوفي من روما. ينضم إلي السفير أليساندرو مينوتو ريزو، نائب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ورئيس مؤسسة الناتو كوليدج الدفاعية. أهلا بك. من لوكسمبورغ السيد حمزة العطار، باحث في شؤون الجيوسياسية والدفاع، أهلا بك. ومن موسكو أيضا عبر الأقمار الصناعية ينضم إلي السيد أندري باكلانوف، الدبلوماسي الروسي السابق ونائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس، أهلا ومرحبا بك. أبدأ معك سيد حمزة، لأي مدى حادثة التمرد هذه وفكرة وجود بريغوجين في بيلاروس بالقرب من دول الأوروبية التي تقع في الجناح الشرقي للناتو، لأي مدى تشكل تهديدا لسلامة الجناح الشرقي للناتو؟ تهديد كبير، تهديد كبير، لأنه وجود جيش غير نظامي داخل دولة هو مشكلة كبيرة لأي دولة. هذا أولا. هنالك مشكلة تقع داخل روسيا، والمشكلة إن انفجرت داخل روسيا ستطال شرق أوروبا. وجود بريغوجين في بيلاروسيا هو امتداد لهذه المشكلة، هو ليس حل لهذه المشكلة. أوروبا الآن ستواجه مشكلة استخباراتية أكبر مما كانت عليه من قبل. هنالك تواجد لأتباعه، لا نعلم ما جدوى الاتفاقية التي وقعت بينه وبين بوتين، ما هي تلك الاتفاقية. في المعلومة التي تؤكد أن ما جرى في روسيا لن ينتهي داخل روسيا هو الاتصال المباشر الذي تم بين قادة الدفاع في دول حلف الناتو وقادة الدفاع في روسيا لضمان سلامة الأسلحة النووية. كان هنالك خوف من تفكك الدولة الروسية. هذه المعلومات الاستخباراتية التي ربما نعلم الأكثر عنها خلال 10 أو 20 سنة من الآن، ما حدث، ماذا قيل خلال تلك المكالمات، سيضفي طابعا مخالفا عما نعرفه اليوم.
روسيا دولة كبيرة تمتلك أسلحة كثيرة، تشرذم هذا النظام هو مشكلة كبرى لشرق أوروبا، وفي نفس الوقت هي فرصة كبرى لشرق أوروبا، لدول الناتو، لإعادة انتشارهم في شرق القارة، مستغلين تلك الفرصة التي ربما لا تعود. سيد أليساندرو، هل ستغير حادثة التمرد في روسيا واحتمال أن يستقر بريكوجين في بيلاروسيا، هل ستغير شكل الوجود العسكري للناتو في أوروبا وفي شرق أوروبا تحديدا، وكيف؟ لقد وصفتم المشهد بشكل جيد، ولكي نضع الأمور في سياقها، تجدر الإشارة إلى أنه من يومين كان هناك هذه الحادثة الهامة ومسيرة قوات فاغنر باتجاه موسكو واختفاء إذن من على رأسها، وجراء ذلك هناك عدم يقين متزايد في أوروبا. ولكن يجب أن نعرف أن ما حدث ليس بجديد، وأعتقد أن قلق ليتوانيا بشأن تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروس لم يتم التأكيد عليه بعد، فنحن على حد علمي لا نعرف بعد إذا كانت مجموعة فاغنر في بيلاروس أم لا، فيبقى أن نرى حقيقة هذا الأمر. طبعا حلف الناتو قلق بشأن احتمالية أن تتوسع رقعة الحرب في أوكرانيا، ولكن حتى الآن ليست هناك أي أدلة في هذا الاتجاه لحسن الحظ. وحتى إذا كانت حكومات الدول الأعضاء، مثلا ما قالته حكومة ألمانيا، كان فقط لتطمئن ليتوانيا بأنها لن تترك وحدها في حال حدوث هجوم، ولكن لن يحدث هذا الهجوم، وعلى أمل أنه لن يحدث أبدا. برأيي، بالنظر إلى هذا الوضع، أعتقد أنه يجب ألا نشعر بتوتر كبير، يجب أن ننظر في الوقائع كما هي. نرى أمرا جديدا، تطورا جديدا في روسيا، ورأينا اضطرابات في النظام الروسي، ويجب أن نراقب تداعيات ذلك. ولكن حاليا لا أعتقد أن هناك ضرورة لاتهام بيلاروسيا بأن لديها أي نوايا عدوانية، لأن ليس هناك معلومات بهذا الصدد، ولا نعرف حقيقة ما حدث وما هو مصير قائد مجموعة فاغنر، وبالتالي ليست لدينا الكثير من المعلومات حول ذلك، ويجب ألا نبالغ بالنسبة لتوقعاتنا لأي تصعيد في الحرب. على عكس ذلك، يجب أن نرى كيف يمكن أن نضع حدا لهذا العدوان الروسي ضد أوكرانيا. ولا أعرف إذا كان هناك المزيد من التفاصيل المطلوبة مني، ولكن أعتقد أن لا يمكن للناتو أن يقوم بشيء الآن، وليس بحاجة لا. إلى أن يقوم بأي شيء. والبيان الذي صدر عن الناتو عندما حدثت هذه الأحداث كان مقتضبا وواضحا، والأمين العام قال إن الناتو يراقب التطورات عن كثب، وهذا كل شيء. وبالتالي يجب ألا نعتقد أن الناتو يفكر بأن يكون لديه رد فعل عسكري. وأكرر أن في هذه الفترة تحديدا يجب أن نكون هادئين ومنطقيين في نظرتنا للأمور. وقعت بعض الأحداث ويجب أن نوقفها. سيد أندري، إذن قبل قليل تابعنا التصريحات الأولى ليفغيني بريغوجين بعد حادثة التمرد هذه. كيف تقرأ اليوم السلطة العسكرية والسياسية في روسيا هذه التصريحات؟ وهل تضمن روسيا اليوم تحركات بريغوجين في بيلاروس أو خارج بيلاروس؟ أم أن الأمر خارج عن سيطرتها في الواقع؟ الدولة الروسية سوف تواصل السيطرة على تطورات الوضع المتعلق بشركة فاغنر، فأنا اطلعت على تعليقات غربية على ما يجري في روسيا، وأنا يجب أن أشير إلى أنه يتولد لدي انطباع أنهم لم يوضحوا ما جرى بالفعل في روسيا
خلال اليومين الماضيين، من الذي خسر في هذه الأزمة؟ كل من الغرب وأوكرانيا، لأنه تم تعزيز درجة التضامن ووحدة الصف داخل المجتمع الروسي، وما هو الأهم، فتحت تأثير تصريحات السيد يخيني بريغوجين تم تعزيز مواقف ومواقع الأطراف التي تعترض على الخط الأساسي للقيادة العسكرية الروسية، وهم يعتقدون أننا يجب أن نمارس سياسات أكثر عزيمة في الجبهة الأوكرانية، ويجب أن نصد بشكل أكثر راديكاليا لمحافل دول الناتو. فإن الحديث لم يكن يدور عن مستقبل الدولة الروسية، ولكن عن مستقبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فإن خط سياسة وزارة الدفاع الروسية، الوزارة تمضي بعد الاعتدال والتواضع من حيث إجراء العمليات القتالية، ولا تتسرع بالهجوم بالإضافة إلى مسألة زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، فإن هذا العدد أقل بكثير بعشرة أضعاف بالمقارنة مع عدد القوات السوفيتية خلال العملية الأوكرانية في الحرب العالمية الثانية. فإن سيد بريغوجين بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأخرى، فهم يعتقدون أننا لا يجب أن نماطل، نحن يجب أن نجري وننفذ هجوماً وأن نصد هذا الهجوم المضاد من طرف القوات الأوكرانية. فإن الغرب لا يدرك ولا يفهم ما الذي يجري، فهم يبحثون عن الانقسام، ولكن الحديث يدور عن اختلاف في المقاربات حيال مواجهة الدول الغربية من جانب، والفاشية في أوكرانيا من جانب آخر. سيد أندري، سيد حمزة وسيد أليساندرو، أرجو منكم التفضل بالبقاء معي. أنتم أيضا مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا. سنذهب إلى فاصل قصير، وبعده نستأنف النقاش، نتحدث أكثر وبالتفصيل عن تداعيات إذا حدثت التمرد في روسيا على روسيا وأيضا على أوروبا. ابقوا معنا. متحمس انك تخوض تجربه مختلفه تماما؟ النظاره راح نتكلم عنها الان تعرف باسم سبيس توب، وهي التي تدعم الواقع المعزز. واحده من اشهر الالعاب في التاريخ هي لعبه جي تي اي. اخر نسخه من اللعبه صدرت عام 2013. منذ ذلك الوقت الشركه تبيع الملايين من النسخ الى يومنا هذا. شركه سامسونج تحتاج الى مساعده ال جي في تزويدها بشاشات بتقنيه الاوليدي. المنزل الذكي هو مصطلح يستخدم لوصف المنازل التي تستخدم التقنية والاتصال والأتمتة لتحسين جودة الحياة وتوفير الطاقة. تيك بلس، غدا على منصات الشرق. بعد الرقمنة التي ابتلعت حصة إعلانية كبيرة، ظهرت شات جي بي تي ليهدد المهنة وممتهنيها ووظائف العاملين فيها. لا أحد يخاف من فقدان المصداقية فيما صمد ما يسمى بالإعلام التقليدي في وجه الرغبات الشعبوية التي تتطلب اللادقة ودغدغة المشاعر. في حلقة اليوم نناقش كل ما سبق وأكثر مع البروفيسور كيرت بارلينغ، أستاذ الإعلام في جامعة ميدلسكس. هل الصحافة بخير؟ هل الإعلام بخير؟ أم أنه يحتضر؟ The question is not so much whether we will die, but how well we will use artificial intelligence to do the job that we need to do as journalists. You have to regulate technology. There aren't lots of conspiracy media platforms turning out nonsense. The watchword is verification. Can we verify the information that has come to us in order that we as a news provider can remain relevant? المدار، الجمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية على الشرق. أهلا بكم من جديد. إذا قال الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إن الحلف لا يرى أي مؤشر على أن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة نووية، مؤكدا استمرار التحالف في تقديم الدعم لأوكرانيا. نستمع إلى ما قاله ونستأنف النقاش مع ضيوفي.
We're also monitoring the situation in Belarus. We condemn Russia's announcement about deploying nuclear weapons. This is reckless and irresponsible. We don't see any indication that Russia is preparing to use nuclear weapons, but NATO remains vigilant. If Russia thinks it can intimidate us from supporting Ukraine, it will fail. We stand with Ukraine for as long as it takes. Our deterrence is strong to keep our people safe. إذن قبل الفاصل مشاهدينا كنت أتحدث أنا وضيوفي عن تداعيات حادثة التمرد في روسيا ووجود رئيس مجموعة فاغنر إيفغيني بريغوجين في بيلاروس على أمن الدول الأوروبية الواقعة في الشريط الشرقي لأوروبا وطبعا رد الفعل المتوقع من الناتو. أعود وأرحب بضيوفي من روما السفير أليساندرو ومن لوكسمبورغ سيد حمزة ومن موسكو سيد أندري. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعود إليك سيد أليساندرو، قبل الفاصل كنت تقول لي لا تتوقع ولا ترى يعني دافع لأن يكون هناك رد فعل عسكري من الناتو بعد حادثة التمرد هذا، ولكن ومع الأخذ بعين الاعتبار أن روسيا هي دولة نووية وأن روسيا ليس لها يعني السيطرة الكاملة على أي رد فعل محتمل ولا حتى بيلاروس على أي رد فعل محتمل من إيفغيني بريغوجين المفترض أن يكون موجود في بيلاروس، ما هي الإجراءات التي نتوقع أن يتم اتخاذها من قبل الناتو في المرحلة المقبلة، وهل ستنحصر في ليتوانيا علما أنه اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ اليوم أفضى إلى تعهد هذه الدول بمضاعفة أو زيادة التمويل العسكري للدول الأوروبية؟ للإجابة عن سؤالك يمكن أن أقول أن ليس هناك أي نية من قبل حلف الناتو أو من الدول الأعضاء في الناتو بالتدخل، هذا واضح وتم الإعلان عن ذلك رسميا من كل حكومات الدول الأعضاء أن ما يحدث في روسيا هي أحداث داخلية ونحن لا نود أن نتدخل، ويجب أن نفهم هذه النقطة لأن هذا هام جدا، فنحن لا علاقة لنا بمجموعة فاغنر أو الخلافات ومع وزارة الدفاع، هذا شأن داخلي، طبعا أنا لدي رأيي الخاص حول ذلك، ولكن يجب أن نوضح أن لا علاقة للناتو بذلك. المفاجئ بالنسبة لشخص مثلي لديه خبرة طويلة في الشؤون الدولية، ما هو مفاجئ هو تمرد مجموعة عسكرية هامة مثل مجموعة فاغنر ضد حكومة البلاد، هذه مفاجأة كبرى ويصعب فهمها، وعلى الأرجح أنها بسبب خلافات داخلية بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع في روسيا، ونحن لا علاقة لنا بذلك، فقط نأمل أن الوضع في روسيا سوف يبقى مستقرا وأنه يتم التوصل قريبا إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وباعتبار أنك طرحت سؤالا معقدا، يجب أن أذكر بأن قائد مجموعة فاغنر في تصريحه يوم السبت صباحا قال إنه يعتبر أن الحرب ضد أوكرانيا غير مبررة وأن لا سبب يستدعي هجوم روسيا على أوكرانيا، لأنه لم يكن هناك أي عمل استفزازي من الناتو أو أي سبب جدي يدعو للقلق بشأن أمن روسيا. طبعا هذا موقف جديد بالنسبة لي، وخاصة موقف صادر عن قائد عسكري حارب خلال أشهر في بخموت وفي
مناطق في هذه المناطق، ولكن أذكر أن هذا شأن روسي داخلي. ناتو يراقب التطورات عن كثب، ونحن طبعا مع الصور الأقمار الصناعية نعرف ما يحدث، ولكن لا نية لنا بأن يكون لدينا رد فعل. طبعا إذا ما كنا نتحدث عن ليتوانيا وقلق ليتوانيا باعتبار أنها على حدود بيلاروسيا، وأن بيلاروسيا قد تستقبل مجموعة فاغنر وقائد فاغنر، وطبعا هناك قلق أن ربما هناك هجوم متعمد ضدها. فنحن نفهم هذا القلق نفسيا، ولكن هذا كل شيء، ليس هناك سبب لكي يكون لدينا أي إجراء ملموس لقاء ذلك. طبعا هناك قمة مرتقبة في 11 و12 من يوليو، وأنا على ثقة أن استنتاج القمة سوف يكون أن ناتو سوف يستمر بدعم أوكرانيا كما فعل على مدى 1.5 عام من الزمن، وربما تعزيز هذا الدعم ولكن ليس أكثر. سيد حمزة، لأي مدى توافق سيد أليساندرو في تقييمه لحجم ما حصل في روسيا وتداعياتها على أوروبا؟ كما يقول ليس مطلوب رد فعل عسكري من الناتو، وهي تبقى تداعيات داخلية روسية أكثر منها تداعيات أو سبيل أوفرز، يعني كما توصف في الإنجليزية، تداعيات خارجية على أوروبا. وكيف أنت تقيم أيضا مخرجات اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية أوروبا الذي خرج حتى الآن بزيادة التمويل العسكري للدول الأوروبية؟ هل ترى أنها تعبير عن موقف أوروبي راغب بعدم التصعيد مع روسيا بعد حادثة التمرد؟ إن ربما لا دور للناتو علنا في ما حدث، ولربما فعليا لا دور للناتو في ما حدث، ولكن هذا لا يعني أن لا دور للناتو فيما سيحدث. وجود ذئب منفرد داخل النظام الروسي يمتلك هذه الشعبية يتحدث بخطاب أن هذه الحرب كانت خطيئة، لابد من مراجعة الحسابات، وزارة الدفاع بها مشاكل، لا أعتقد أن أي جهاز استخبارات في العالم لديه ذرة عقل سيتجاهل هذا الشخص. هو ذئب منفرد الآن لديه شعبية مهولة داخل الشارع الروسي، إن كانت معلنة أو غير معلنة. هو رافض للحرب، وهذه الرسالة التي وجهها بأنه رافض للحرب وأن حرب على أوكرانيا كانت خطأ، هي رسالة إلى الداخل الروسي ورسالة إلى الناتو والدول في الناتو أنني لست من هذا النظام، أنا ضد هذه الحرب. فهو يبيع نفسه لمن يشتري أكثر، ربما يشتري داخل روسيا وربما يشتري خارج روسيا. هل سيتدخل الناتو عسكريا في أي شيء يتعلق بروسيا؟ لا أعتقد، لأن هذا يعني بمثابة أعلان حرب. هذا واحد. اثنان، ما يهم الناتو هو سلامة الأسلحة الروسية. ما يهم للناتو هو وجود روسيا موحدة، لا روسيا مشرذمة. لا يمكن للناتو أن يقاتل 16 أو 20 روسيا صغيرة على الحدود الشرقية، مقاتلة دولة واحدة راشنال كما تسمى في علوم العلاقات الدولية، راشنال ستيت، دولة عاقلة، هو أفضل من مقاتلة الجيوش الموازية. زيادة الانفاق الدفاعي من أوروبا تجاه أوكرانيا هو التزام تجاه أوكرانيا بهذه الحرب. اليوم كان يتحدث وزير الدفاع البريطاني في بريطانيا، وتحدث عن زيادة النوع ليس الكم من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. تخطوا مرحلة ستورم شادو، الآن يبحثون عن أسلحة جديدة تغير المعادلة. فهناك التزام أوروبي واضح تجاه الحرب في أوكرانيا، وهناك فرصة ممتازة لأي جهاز استخبارات عالمي وخاصة أجهزة الاستخبارات الأوروبية والأمريكية في شخص كبريغوجين. سيد أندري، نترقب كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماذا تتوقع أن يقول فيها، ولمن تعتقد سيوجه كلامه؟ لعل الجميع ينتظرون حاليا
الرد للرئيس الروسي بشأن ما إن كانت الدولة الروسية ستحافظ على خط السياسة المعتدل فيما يخص العملية العسكرية الخاصة، وهذا الخط تم التعبير عنه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وطبعا من الصعب ترجمة ذلك في البث الحي، فإن الرئيس يعتمد على المقاربة التي تتمثل في التبع التدريجي لنيل الانتصار في الجبهات الأوكرانية، فهو يقصد أن هذا الانتصار سوف يتم الوصول له عن طريق تضييع قدرات الآلية العسكرية والمالية والاقتصادية للدولة الأوكرانية، فإن المساعدات الكبرى من الدول الغربية لن تحدث فارقا في هذه العملية، بالإضافة إلى ذلك لن يغير ذلك الهدف الأساسي. الهدف يتمثل في نزع النازية من أوكرانيا وتغيير النظام السياسي، بالإضافة إلى محاسبة جميع المسؤولين والقادة بدءا من الرئيس وصولا إلى الأطراف العسكرية، فإن هذا الهدف لن يتغير، ولكن بطريقة ملتوية ودبلوماسية عدد ما يكون كل من وزير الخارجية ورئيس يعبر عن ذلك. نحن جميعا نفهم أن الحديث يدور عن ضرورة تغيير الوضع في أوكرانيا، ومن دون ذلك العملية لن تنجح ولن تنتهي. هذا يسمى بمبدأ النزع النازية، فهؤلاء الأشخاص الذين نعتبرهم أطرافا نازية في أوكرانيا يجب أن يخرجوا من السلطات في أوكرانيا ويجب محاسبتهم، ونفس الشيء ينطبق على الآلية العسكرية الأوكرانية، يجب القضاء على هذه الآلية بشكل مطلق. وأيضا أريد تذكيركم بعامل آخر، من اللافت أن الرئيس الروسي للمرة الأولى قد استخدم المصطلح الذي تم استخدامه من قبل عدد من الخبراء الراديكاليين، فهو قد قال إنه في حال وصلت مقاتلات F-16 أو في حال أغارت على مواقع القوات الروسية في الأراضي الروسية ويتم تمركز هذه المقاتلات ليس في الأراضي الأوكرانية بل في الأراضي الأوروبية مثل بولندا أو دول البلطيق، فإن هذه المقاتلات سوف تصبح أهدافا شرعية للقوات المسلحة الروسية، ونحن سوف نضرب على أراضي هذه الدول بما في ذلك دول البلطيق. فإن موسكو مقتنعة بأن الولايات المتحدة تحت أي ظرف لن تدافع عن هذه الدول في حل مثل هذا السيناريو، ولن تستخدم الأسلحة النووية بل ستترك هذه الحلفاء هؤلاء الحلفاء مثل ما جرى ذلك مع أفغانستان. فهذا هو التحليل لأغلب الخبراء الذين ينتظرون الخطاب للرئيس الروسي. شكرا جزيلا لك سيد أندري باكلانوف الدبلوماسي الروسي السابق ونائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس. الشكر موصول لسيد حمزة العطار باحث في الشؤون الجيوسياسية والدفاع، وأيضا شكرا للسفير سعادة السفير أليساندرو مينوتو ريزو نائب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ورئيس مؤسسة الناتو كوليدج الدفاعية. شكرا جزيلا لكم.